مساء الخير يا استاذ احمد. تم معرفة الصاروخ، ولا حتى لو اتعرفوا ان روسيا ما حدش هيقرب من الملف ده انه معناه حرب عالمية، ايه اللي رايحين فين تحديدا؟ يعني رايحين فين؟ يعني الحمد لله ان احنا ان شاء الله يعني رايحين ان شاء الله لمكان مظلم، لان في الحقيقة لو تأكد ان هذا الصاروخ هو روسي، ولو تأكد ذلك بالفعل لكان حلف شمال الأطلسي في اجتماعه الاستثنائي اليوم قد فعل المادة الخامسة من مساق تأسيس الحلف، وهي المادة التي تعني أن جميع أعضاء الحلف في حرب مباشرة ضد من اعتدى على بولندا، هنا تكون روسيا. معنى ذلك أن جميع أعضاء الحلف في حرب مباشرة ضد روسيا، وهذا ما يعني نهاية العالم. يعني خلينا برضو نكون واضحين وصراحة ودون مجاملات، إذا حدثت حرب ما بين حلف أو أعضاء حلف شمال الأطلسي وروسيا فهذا لا يعني حرب عالمية ثالثة، وإنما يعني حرب نهاية العالم، وهذا قولا واحدا يعني لا جدال فيه. الجميع يعلم إمكانيات روسيا النووية، الجميع يعلم إمكانيات الولايات المتحدة النووية وبعض دول حلف شمال الأطلسي، وبالتالي كانت ستكون حرب نووية كاملة تدمر العالم بأسره. ولكن يعني نقول الحمد لله ان بولندا، وفي الحقيقة بولندا يعني مشكورة، كانت قدر المسؤولية. يعني بولندا لم تصدر اي بيان منذ سقوط الصاروخ تتهم فيه روسيا اتهام مباشر، وبولندا في الحقيقة يعني التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، لانها ربما بولندا كانت لديها ثقة أكثر في روسيا منه في أوكرانيا، ولذلك رفضت بولندا اتهام روسيا اتهام مباشر بأن هذا الصاروخ هو صاروخ روسي، وفرضت ويعني قالت أن هناك فرضيات كثيرة، حتى الفرضيات التي طرحتها بولندا والتي قالت فيها أن ربما هذا الصاروخ يكون روسي، قالت أنه سيكون سقط بالخطأ ولم يكن هناك اعتداء مباشر، وهذا ينسف تماما أي احتمالات لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الأمم من ميثاق حلف شمال الأطلنطي. الفرضية الثانية التي قالتها أن الصاروخ ليتجاوز الدفاعات الأوكرانية اضطر إلى أن يسلك مسار آخر فوصل به إلى هذه النقطة. يعني أول